يعني اسمحي لي طالما حضرتك اتكلمتي عن التدريب، يعني شفنا مواقع التواصل الاجتماعي تداولت بعض الفيديوهات الفترة الأخيرة فيها التدريب بتاع المعلمين، وكان في عدم نظام في الفيديوهات دي. لو صحت هذه الفيديوهات يبقى عندنا مشكلة حقيقية فعلا في موضوع يعني تدريب أو تقييم المعلمين. أنا هوضح لحضرتك في موضوع التدريب برضو من خلال الكلام اللي اتقال من الوزير شخصيا، وهو إن في نوعين من التدريب. في نوع من التدريب اللي هو لجميع المدرسين على بنك المعرفة وعلى أمور أخرى، وده لجميع الفئات. فده الحقيقة كان فيه بعض القصور، وفعلا مواقع التواصل الاجتماعي اتكلمت، المدرسين قالوا بنتدرب بشكل صوري ده كله، وحتى تم يعني ان هو وقفوا هذا النوع من التدريب فترة، ومش عارفة اذا كان بيستمر اخر لتحسينه. لكن اللي احنا بنتكلم عليه هما فئتين فقط اللي اتدربوا، المدرسين اللي هيدوا اولى ثانوي فقط، كي جي 1 واولى ابتدائي، وكي جي 1 وكي جي 2 اولى ابتدائي. دول تدريب مختلف وماشي بنظام شديد، ولا اظن، انا ما شفتش الفيديوهات ان هما بيتكلموا على الفئتين دول، لان بعض الناس الحقيقه اللي اتدربت في الجزء ده برضو قالوا ان هما هو التعليق اللي كان على الفيديو او العنوان اللي كان على الفيديو بيقول تدريب المعلم، فطبعا مدى صحة هذه الفيديوهات يعني المفروض حضرتك بالزبط تأكد لنا، يعني هل ده تدريب عام ولا ده تدريب بالنظام الجديد ولا ما أنا الحقيقة أنا مش عارفة إذا كان على الكلام على أني فعلا، لكن اللي أنا أقدر أكده لحضرتك أن التدريب الخاص بالفئتين دول ماشي بصورة منتظمة جدا، وإحنا على تواصل مع سيادة الوزير في هذه الجزئية. ويعني أنا شخصيا قعدت مع الوزير أكثر من مرة في الجوانب بالتنفيذية الدقيقة لكل تجهيزات هذا النظام، والحقيقة ماشي بخطة، بحيث ان هو في 22 سبتمبر البدء هيكون الى حد كبير، يعني تم تلاشي جميع الامور والتساؤلات اللي بيتكلم عنها اولياء الامور والطلاب وكل هذه الامور. طيب دكتور، يعني التجربة اثبتت انه دايما بيكون في فرق ما بين النظري والتطبيق، فلو احنا جينا ماذا لو بقى بعد كل الخطوات اللي حضرتك ذكرتيها وتدريب المعلمين وهو حصل انه في تعثر في التطبيق، في مشاكل في التطبيق، الحل هيكون ايه؟ طبعا ده وارد جدا. طبعا لسبب حضرتك، يعني احنا شايفين التدهور اللي في التعليم من فترة طويلة، برضو عدم تجهيز جميع المدارس من ناحية اللوجستية والبنية التحتية والحاجات اللي زي كده. ولكن احنا بنقول لو يعني انا بقول ان هو لو نسبة النجاح في اول سنة حتى من 50 ل 60%، فده يعتبر يبقى ده نجاح يعتبر. واي امور هتقابلنا وفعلا هيبقى في حاجات هتقابلنا، المهم ان يبقى في تغلب عليها. وزي ما انتم شايفين يعني في تكاتف كبير جدا من اول رئيس الجمهوريه لهذا العام فقط عن اي سنه، بالاهتمام الدولة كاملة بموضوع ان التعليم مشروع قومي ومهتمين به. يعني هذا الموضوع وزير الاتصالات مع وزير التربية والتعليم خطوة بخطوة بيذللوا كل الحاجات اللي هي للتعليم. برضو الموازنات ابتدت تزيد شوية، وزي ما صرح وزير التربية والتعليم ان هو حاطط تجهيزات المالية لمدة 4 سنوات قدام. اهتمام الدولة الفترة دي اعتقد اهتمام يعني بشكل مباشر بالتعليم والصحة. وخليني أسأل حضرتك برضو، هل في جديد بخصوص ملف المدارس اليابانية؟ ايوه يا فندم، هو تم تجهيز 32 مدرسه، دول هيبداوا بالفعل كامله، وتم تجهيزهم بصوره كامله، وجاري تجهيز المدارس الاخرى، ومحطوط خطه برضو تم كان عرضها علينا ان في خلال سنتين يعني 2018 و2019 هيبقى في 212 مدرسه يابانيه. ده الموضوع ماشي تماما وماشي في خطوات برضو دقيقه جدا من اختيارات للطلاب والمدرسين وكل شيء. لما حصل قبل كده يا فندم وفي ناس قدمت في المدارس اليابانيه، وبعد كده حصل انه كان في يعني امر من رئاسه الجمهوريه انه لا وقفوها دلوقتي علشان في لعدم استكمال التجهيزات، التجهيزات. هل نفس الناس اللي قدمت دي هي اللي هتبقى موجوده في المدارس ولا هتبتدوا؟ لا هو تم فتح مره اخرى اظن، وتم الاعلان عليه بالانترنت، وناس تقدمت
وبصوره اخرى وبصوره ادق بكتير. فان شاء الله انا امل ان هو هتكون بصوره جيده جدا المدارس اليابانيه، يعني كتجربه جديده هتبقى برضو اضافه، وخصوصا ان التعليم فيها الاساسي واحد مع النظام الجديد اللي هيتم بدءه. الاختلاف في نظام التوكاتسو اللي هو نظام الانشطه والمبادئ والاخلاق وهذه الامور فيه، هو ده الاختلاف والتميز في المدارس اليابانيه، وده اللي احنا محتاجينه جدا جدا وبشده في هذه الفتره. وطبعا في لجان على اعلى مستوى بتختار كل المتقدمين. بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور ماجدة نصر، عضو لجنه التعليم بمجلس النواب، على التفاصيل والتوضيح. وطبعا